أهلا أهلا، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. بسوي معاكم اليوم سمنة الحلويات على طريقة أمي الله يحفظها. كل اللي نحتاجه قوالب زبدة، بهارات صحيحة، حلوى، هيل، عواد غرفة، ورق قار، وحبة تمرة. بعد ما حطيت أصابع الزبدة على النار، أضيف حبة التمر والبهارات المشكلة وأخليها تذوب على راحتها. هذا البهارات المشكلة. أحركها كل شوي عشان ما تلصق بالقدر. إذا قامت تفور أقصر على النار وأحركها مستمر، أحركها ما توصل اللون الذهبي. ما شاء الله تبارك الله، ريحتها جميلة. نقدر نستخدمها مع الحلويات، مع الكشنات، حتى مع الأرز، تعطي ريحة حلوة. خلاص وصلت للون المطلوب، باللون الذهبي ما شاء الله تبارك الله، ريحتها تجنن. أخليها على جنب تبرد، بعدها أصفيها بعلبة قزاز وأحفظها في الثلاجة وقت الاستخدام، بس أطلعها وأستخدمها. ما شاء الله تبارك الله، جهزت معاهن السمنة. هذا لونها، هذا الكمين اللي طلعت من 3 قوالب.